الراديو 90-90 هواها مصري. الحكاية رقم 25، حكايتنا الحلوة. عرفت الأستاذ صالح بورسي سيد أدب الجاسوسية في مصر والعالم العربي. الحقيقة هو مؤسس أدب الجاسوسية، رائد كتابة أجمل وأمهر وأخطر العمليات المخابراتية العظيمة. بخط المنمنم الصغير الجميل كتب وروى لينا حكايات كتير، من الحفار لدموع في عيون وقحة للصعود إلى الهاوية وحرب الجواسيس وسامية فهمي، وأكيد حكاية رأفت الهجان. عرفت الأستاذ صالح مرسي وهو بيكتب في مكتبه الصغير جدا في بيته البسيط قوي قوي، أوضة صغيرة جدا، وبيكتب روايته المهمة المشهورة المؤثرة رأفت الهجان. كانت بداية معرفتي بالأستاذ صالح مرسي. أستاذ صالح مرسي هو صاحب العبارات اللي ما تتنسيش أبدا، هي دي مصر يا عبلة، على لسان بطلة فيلمه في الصعود إلى الهاوية، ومصر في رقبتك يا رأفت أكيد في مسلسل رأفت الهجان. صالح مرسي كاتب مصري وطني، تفرغ 30 سنة تقريبا نص عمره عشان يصيغ ويكتب قصص بطولات من ملف جهاز المخابرات العامة المصرية. شاف وحكى وسمع ويناقش أبطال حكاياته، الرئيس زكريا ومحسن ممتاز وعزيز الجبالي وقلب الأسد، وكلها أكيد أسماء غير حقيقية صاغها وصنعها واختارها صالح مرسي لكل هؤلاء الأبطال العظام. وكان من حظي أني قابلت الناس الحلوة دي، قابلت الرئيس زكريا وقابلت محسن ممتاز وقابلت عزيز الجبالي، زي ما كان من حظي أكيد معرفة الأستاذ صالح مرسي، وشفت فيه راجل وطني مخلص محب لكتابة حكايات بطولات بلده. الحكايات عن أشخاص استثنائيين رهنوا حياتهم من أجل انتصار الوطن، رجال المخابرات المصرية عندهم من دفتر البطولات اللي تستحق اننا نرويها كلها وتتحكي، لكن للأسف بيفضل ان مش كل البطولات والحكايات اللي قام وبيقوم بيها رجال المخابرات يمكن اننا نحكيها عشان سرية تفاصيلها. صالح مرسي صاحب فضل كبير على جيل، علمنا تفاصيل كتيرة ولفت نظرنا لأهمية البحث عن حكايات الناس الجدعة الصلبة، المصريين اللي شغلهم رغم صعوبته ورغم سريته بيسيبوا بيوتهم وعائلاتهم وأعيادهم عشان مهمة بين الحياة والموت، لكن من أجل بلدهم دايما بيضحوا بكل حاجة في حياتهم. إحنا محتاجين نسمع حكايات بطولة، لأن جيل جديد اتحرم من الاستماع والاستمتاع لبطولات حقيقية موجودة بالفعل من لحم ودم، بطولات الأباء، بطولات الأعمام، بطولات أولاد جيرانهم، حكايات قريبة منهم شبههم، بطولات مش من عالم افتراضي ولا من خيال مؤلف ولا من لعبة على الإنترنت. زمان كانت حكايات الأمهات مهمة جدا لينا وملهمة جدا لكل واحد فينا، الحكايات اللي هي بتاعت قبل النوم بشوية كنا دايما هناك بننتظرها من ليلة لليلة ومن حكاية لحكاية ومن بداية لنهاية، نسمع وننبسط ونطلق لخيالنا العنان، نشوف في حكايات الأمهات اللي احنا مش قادرين نشوفه. عشان كده مهمة الحواديت الحقيقية انها تملانا حياة وتملانا إرادة وتملانا رغبة اننا ننجح بجد. تعالوا نرجع الحكايات ونحكي لأولادنا عن الحاجات الحلوة وعن الناس الحلوة وعن الأبطال الجدعان، وربنا يرحم أستاذنا العزيز الغالي صالح مرسي ويرحم كل بطل مصري عمل لنا حاجة حلوة ويقوي كل بطل مصري بيعمل لنا حاجة حلوة. تعالوا احكي لكم بقى شويه حكايات تانيه. ابدا بحكايه الست هويده، عايزكم تحفظوا اسم الست هويده او هويده، افتكروه عشان دايما هيبقى حاضر معانا في باب رزق. مين الست هويده؟
ست مصرية بسيطة جدا، عادية جدا، محدش يعرفها، ساكنة نواحي الدهسة قبلي بفرشوط في إنا. الست هويدة عندها 9 عيال ما شاء الله، 8 بنات وولد. جوزها الدنيا جابته ودته، وبقى للأسف عاجز عن العمل. كل اللي كان ملكهم إراطين أرض. ست هويدة شمرت، ست جدعة، صادية جدعة جدا، ست يعني، هي لا بتقرأ لا بتتشمرت، وقالت أنا هنزل واشتغل في الأرض. وشافت أن ملخص أحلامها أنها تعلم ولادها وتكبر الأرض وتجوز البنات. لما بشوف وتأمل قصة الست هويدة، سيدة الكفاح المصري اللي تسلحت بفكرة، عندها فكر وعندها حلم وعندها إرادة وعندها يقين أن ربنا سبحانه وتعالى هينصرها، اشتغلت في الأرض لوحدها لغاية ما بناتها كبروا ومدوا إيدهم معاها في الأرض، فاس في إيد وورقة وقلم في إيد تانية. جوزت الكبيرة وولادها النهاردة كلهم بيتعلموا. وعايز أقول لكم أحلام 3 بنات من بناتها، من بنات هويدة، أسماء ونورة ومريم، 3 بنات زي القمر. أسماء مقررة تبقى دكتورة، دكتورة كبيرة، نورة عايزة تبقى مدرسة، مدرسة كبيرة، مريم واخدة قرار تبقى مؤلفة، مؤلفة كبيرة. الأحلام ممكنة، مفيش حاجة مستحيلة، وكل شيء ممكن يبقى بسيط وسهل إذا قدرنا نحلم، وإذا لقينا غيرنا بيقدر يسمع حلمنا ويقدر يساعد في حلمنا. وأحكي لكم كمان حكاية زينب، الست زينب. زينب بكل بساطة رغم إعاقتها الذهنية قررت إنها تتحدى وتحول الإعاقة لقوة، ورغم إنها تأخرت في حاجات كتير في الكلام وفي الفهم وفي التعليم، قدرت زينب اللي عايشة مع عائلتها بعيد عن القاهرة في الوادي الجديد إنها تختار إزاي تقدر تعيد رسم مستقبلها تاني، ترسمه مرة تانية. مفيش إنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه من غير ما يكون جواه حلم وجواه إرادة. زينب رغم كل شيء دورت على حلمها الصغير انها تكون ايه؟ لاعبة العاب قوة. كان في باب موارب كده على امل هو برنامج الاولمبيات الخاص المصري بالوادي الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة. زقت الباب ودخلت وابتدت رحلة صعبة وشاقة من التدريب مع 200 شاب وفتاة. ربنا منحهم ميزة انهم من اصحاب القدرات او الظروف الخاصة. حالة حب، قول حالة من البهجة، الهمة، الإرادة، مش بالسهولة اللي بقول لكم بيها أكيد زينب عدت المستحيل، لكن زينب قدرت تتعلم، قدرت تتفوق، قدرت تتغلب على عجزها وتبقى بطلة مصرية كبيرة وتشارك بشكل مشرف في بطولة عالمية لأصحاب الاحتياجات الخاصة وتعمل نتائج مبهرة مع زملائها. أهي زينب حكاية، حكاية كبيرة، قصة كبيرة ودرس لكل واحد فينا. ربنا رزقه حاجات كتير، يمكن كمال الجسم والصحة، لكن قاعد منتظر وقاعد مكسل وبيسلي انتظاره بالشكوى. بقول دايما اللي عايز يعمل حاجة حلوة بيعملها بحياته وفي حياته، لكن دايما مهما كان المشوار طويل والحدوتة صعبة في الآخر نهاية سعيدة. ربنا خلق الداء وخلق الدواء، خلق المشكلة وخلق الحل، خلق الدنيا وخلق لها 1000 طريق، خلق المستحيل وخلق المعجزة، خلق طعم الفشل لكن كمان خلق متعة النجاح. والحياة دايما فيها زينب. مين اللي قال ما فيهاش زينب؟ فيها زينب.